السلام عليكم، خطرت الاولى ندير فيديو كيما هكا ونهضر، وهذا الفيديو راني دايره للناس الواعيه اللي تفهم القانون، ماشي للبهاليل اللي ما صايبين شي يديروا يدخلوا ما يامنوا يسيبوا حاجه فاش يلهوا فيها. هذا الفيديو راني دايره للناس الواعيه اللي تفهم القانون في الجزائر. انا ولد الشاب العجل، صبحنا على خبر 3 سنين حبس نافذا و200 مليون بروسي. علاش هذا هذا؟ هذا راه خدم عرس، دوك نفهمكم. هذا العرس اون بلان برا، الناس كاع شايفه باللي الشاب العجل غادي يجي لهذا العرس، ومام الدوله الجوندام تما على بالهم، على ما يجوش على سبعه حشيه ولا ثمانيه ولا يقول لك باللي حبس العرس. هذا العرس ماشي دايرينه اون كاشي تاع ماك في دار حتى طاحوا عليهم ولا هذا دايرينه برا، ولا تجي جل كاع على بالها باللي الشاب العجل راه جاي يخدم فيها عرس. ياك الدوله على ما تجيش تقول باللي ممنوع، خليته حتى شغل العرس بدا باش جيتو. هذا لا فيديو راني باغيه يوصل. كيشغل نتوما حطوا روحكم في بلاصتي، كل ابن ولا كل ابنه تحط روحها في بلاصتي. تصبح على خبر 3 سنين حبس في حق باباك و200 مليون بروسي. علاش هذا؟ والله العظيم سيريو شادر كسل خون في البلاد. ياك الناس خونت ودارت لي زافير ودروك ماشي رانا بالعين في ريسانا ولا غوريان صغير يعرف القانون في البلاد. كاع رانا نعرف القانون، ماشي راكم كيما بكري تحشونا غير ترسلونا ونأمنوا. ما كاش من هادي. علاه؟ علاه 3 سنين حبس؟ ما سمعت ولا في بامبا؟ شفتوا الشواطئ تاع جيجل؟ شفتوا الشواطئ تاع بيجايا؟ شفتوا الشواطئ تاع مسغالين؟ كاع فيهم الاحتكاك، وكاع الشعب هاك يغلو. علاه لقيتو نتوما غير الشعب العجب؟ راني باغي هذا الفيديو كيما قلت لكم ونعاود لكم يوصل ومع الناس الواعيه، الناس اللي تفهم. علاه؟ خمو شويه. هذا ثاني راجل عنده مسؤوليه، عنده اولاد، عنده والدين. علاه؟ شادير هذا دروك شادير باش 8 مليون بروسي شادير. هذا ثاني شونتور، ما تشوفوش زعما تقولوا شونتور باين وخدام. هذا ثاني زعما يخدم على نهاره، يروح يجيب نهاره يخدم يعاود صباح ينوض، هذاك ياكل ذاك الدراهم يجيبهم. غدوه انا نهضر على كاع لي شونتور تاع الجزائر، غدوه يصرى له كاش بروبليم، يصرى له كاش مرض، والله ما كان يجيب عليه، والله ما كان يخلصه. شغل خدام نمشي نسولي، فهمتوا؟ ما تشوفوش غير شغل مظاهر من برا، شوفوا واش كاين. والله هذا الفيديو للناس الواعيه، حطوا روحكم في بلاصتي ولا حطوا روحكم في بلاصه خاوتي ولا حطوا روحكم في بلاصه لونتوراج. علاه؟ راني باغي كاع الشعب، كاع الشعب الواعي يوقف في هذه القضيه. ياك والله لا ظلم كبير وظلم شغل كلشي راه باين. علاه؟ والله ما هي سهله. انسان راجل الامه كاع تشد عليه، ما كانش واحد جا قصده وضه، واقف مع القليل. علاه؟ إذا هذا هو خير شغل اللي يصرى فيه كاع كيما هكا، يروح من رقاد يقول له بلي راه كاين عرفت 3 سنين تحبس و200 مليون بروسي. شغل تقبه هو الفشله، مرضى شغل تقبه خلعه. علاه؟ والعرس، العرس هذا العرس، العرس قاسم بالله الا ما ستات حشيه وما يموتوا في الصوالح وكاع، والدوله على بالها والشعب على باله وكاع ولاد جيجل على بالها بلي الشاب العجل اليوم خدام في عرس. انتم على ما جاش مقبل. صحة صحة سيدي، خلوه عطيتوه كسموها كونفوكاسيون، خلوه يجي عندكم وسمعوا له شكاين ومنا ومن نتوما ديريكت ترسلوا له كونفوكاسيون بعد تعطوه 3 سنين. والله ما جاي ما دار والو. هذا راح يخدم على ولاده ثاني، صرا له بروبليم كيما هكا دوك ثاني يقعد، ما كان يجيب عليه، ما كان يخلصه، ما كان والو. اي فنان في الجزائر غادي كي تتبلع البلاد ما كانش يجيب عليهم. راني باغي هاد لا فيديو يوصل والشعب ديالها واقف. اللي جايو في ولاد جيجل رجاله، رجاله اللي زوم خرجوا بلعوا بلدية سيدي معروف. علاه؟ على الشاب العجل اللي طاوه 3 سنين حبس، وعلى العريس مسكين اللي راه مظلوم في الحبس. علاه؟ 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 ما جاياش كاع. راني باغي الشعب الواعي ينوض يدير الله يسهل ما يوقف معانا حمله في حق الشاب العجل. ما جاياش كاع، ما جاياش. خلونا هكاك شغل مخلوعين على الاب تاعنا ولا على والله ما جايه، ما جاياش كاع. ولاد بلاد مسغالين، راني دروك شغل نرسل ميساج لمسغالين، ولد بلادكم ياك مشرف مسغالين، في مسغالين ما كاش نهضروا على فيريتي. شاب العجل هو انسان هكا اللي يبين مسغالين، هو اللي باين في مسغالين. نورمالمون توقفوا معاه ديروا حمله، على تسلوا في لي باج، على تبقاو ديروا في داك التمسخير، على تبقاو ديروا كومونتير جايح. والله ما جايه قسما بربي ما جايه. راني باغي هذا الفيديو يوصل الله يسهل لسياده الرئيس ولا البروكيلر ولا الجيش اللي يشرع له ولا ما جاياش كاع.
حطوا رواحكم في بلاصتنا والسلام عليكم وضروك تبقى عندكم. انا ماشي نهضر مع الشعب داك المبلع هذاك اللي ما يعرفش، راني نهضر مع الشعب الواعي اللي يعرف القانون تاع البلاد. تبقى عندكم دروك والسلام عليكم.